أهلا وسهلا بكم متتبعي صفحة ترجي الدولة، وموعدكم اليوم مع فقرة أخبار جمعيتنا. رسمي يود حرور المدرب بالتونسي. وسيتلقى المدرب الهولندي خليل إشرافي على منتخب الوطني لكرة القدم مبلغ 20,000 يورو شهريا. كما تم الاتفاق على مواصلة المدرب الهولندي الإشراف على خطوط النادي الشخصي تزامنا مع إشرافه على المنتخب وخوضه مباراتين فاصلتين مرشحة لكأس العالم بالبرازيل 2014 مع المنتخب الكاميروني، ليتم بعدها دخول مفاوضات جديدة في حال تأهل المنتخبين إلى غير النهائية. كما تم تعيين الحكم نامبيوندرازا هامادا لإدارة مباراة الترجي الرياضي التونسي والقطن الكاميروني المقررة يوم السبت 21 سبتمبر على الساعة 5 مساء. المباراة القادمة ستكون شكلية مهما كانت نتيجة الجولة الأخيرة، بما أننا ترشحنا للدور نصف النهائي في المرحلة الأولى، مما يحتم على إطار فني تغيير العناصر الأساسية إضافة لما تمثله من فرصة للبدلاء لكي يثبت جدارته، نظرا إلى أن 9 لاعبين مهددين بالإنذار الثاني إن شاء الله من تسجيل. فيما ذكر نجم الأهلي المصري محمد أبو تريكة في تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن الانتصار برباعية ضد الزمالك كان مفاجئا حتى للاعبي الأهلي، وأضاف أبو تريكة أن الانتصار يجب أن يليه في كف الصدارة في اللقاء القادم ضد أورلاندو بيراتس، لأنه الأفضل الأهلي في تفادي مواجهة الترجي الرياضي في المربع الذهبي، بل انطلقت الحرب المعنوية للتأثير على اللاعبين. أسس جماهير الترجي الرياضي التونسي يوم الاثنين استقبال حار للحارس المرمى الفريق معاذ بن شريفية في الحصة التدريبية الأولى للمجموعة عقب مواجهة ريكرياتيفو أنغولي التي تزامنت مع قبول لهدفين تحمل بن شريفية مسؤوليته، ورفعت جماهير الترجي لافتة كبيرة في الحديقة كتبت عليها معز في الكاجورا أقوى فيراج، وهذا ما ترك صدى معنويا جيدا في نفس حارس المرمى الدولي للترجي. كانت هذه كل أخبارنا لليلة، متابعة طيبة للجميع عبر صفحتنا. كم زين.